اكتشف باحثون أن عينات فريدة من أحجار كريمة ثمينة تعرف باسم الألماس شديد العمق خزنت على عمق نحو 400 كيلومتر تحت قشرة كوكبنا فوق الخزانات الغامضة للحمم المنصهرة. وقال فريق البحث الذي يضم خبراء من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرازيل أنه عثر على أحد هذه الخزانات تحت البرازيل، وأشار إلى احتمال وجود المزيد في جميع أنحاء العالم. وقام الباحثون بتحليل التركيب الكيميائي للألماس، وتبين أن آثاراً صغيرة من الهيليوم الموجودة في الألماس تأتي من حفر عميقة للصخور المنصهرة قديمة. ويقول الباحثون أن اكتشافهم يحل لغزاً محيراً عن بنية الأرض، حيث درسوا منذ فترة طويلة فكرة وجود خزان واسع من الصخور بين قشرة كوكبنا والنواة.